هذه الشخصية نعتبرها شخصية مرضية، شخصية ذهنية، شخصية مهلوسة، شخصية يعني غير، لأن غير قادرة على أنها أن تكون حتى يعني كما نقولوا إحنا في مسؤولية بسيطة، ما بالك في رئاسة الجمهورية. هذا نفسره أنه سلوك مرضي، سلوك مرضي وسلوك يعني هناك شخصية ثنائية، لأن هناك شخصية مغرورة، مغرورة هذا الغرور، لأنه إنسان لم يقيم نفسه ولم يحترم نفسه ولم يحترم حتى يعني كيما نقولوا احنا ربما ما احترمش حتى يعني كيما نقولوا احنا الامه اللي رايح تقدم لها. لذلك احنا هنا قلنا بعظمه الجزائر الله يبارك راه قاره من القارات، لابد الانسان موش من هبه ودب ياتي بهذه الطرق نتاع جمع الاوراق وكذا. الجزائر ليست مسرحا للاوهام وليست مسرحا لهؤلاء الذين يعبثون ياتون من هبه ودب يتقدم الى رئاسه الجمهوريه، فرئاسه الجمهوريه بطبيعه الحال فهي شيء مقدس اولا وقبل كل شيء.